أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكم آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإن يخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين استغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم حق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء من مثل من ذلك ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك يكون لولا أنزل عليك أنس أو جاء معه ملك إنما لنذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأنت بعشر سور مفتريات ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي لمعمالهم فيهم في لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحمد ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من رب واتل الشاهد من قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يغفر من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم الآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان من دونه من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا لا يبصرون أولئك الذين خسروا فاستهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنبتوا إلى رب أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى الأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثل ما نراك نتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ما نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله والعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الخير الله أعلم بما في أنفسهم إني ذا من ظالمين قالوا يا
نوح قد جادلتنا فأنت جدالنا فأنتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به لن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيون وإحيين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك كلما مر علم لهم من قوم سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اذهبوا فيه بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابن وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماك ويا سماء أقلم وهيض الماء وانقض الأمر واستوت على الجودي قيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم إن عيتك أن أكون من الجاهلين قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتهم ثم يمس من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما يكون تعلم ولن قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فضرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين mean قالوا يا هود ما جئتنا ببين وما نحن بذلك بأن قل إنكم من المؤمنين إن قال إنكم لن ترونك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد أني بريء مما تشركون من دون فكين دون جميعا ثم لن تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بإليكم ويستحلف ربي قوما خيركم ولا تنظرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فلما جاء أمرنا نجينا هود والذين معه من رحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربكم ألا إن عبد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا صالح قد كنا فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون غير تسير ويا قوم هذه لنقض الله لكم آية فلا تنقض في أرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب
قريب. فانقروها فقالت أمتهم في دارهم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا الصالح والذين معه برحمة منا ومن حزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصالح فعصموا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لابدا لثمود. ولقد جاء رسول إبراهيم بشرى قال السلام قال السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إلي نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأة قائما فضحكت بشر بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر رحمة الله وبركاته أنه حميد مجيد. إنما يريد الله فما جاء نصر لوطا سيئا بوضاق امرأ وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه من قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بلادي هنا أظهر لكم فنقل ولا تهزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حنك وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن الرسل يرسلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من وتبذبار ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بين قريب. فلما جاء أمرنا نجينا شعب الذين معهم برحمة منا فلما جاء أمرنا على سافلها ومطرنا على الحجارة من سجيل منضود مسومة عند رب وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم بخير وإن أخاف على عذاب يوم محيط. ويا قوم اغفروا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلك تأمر أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أرادوا إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجمعنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بمعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رب رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفعل كثيرا مما نقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رهضي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي ما يعمل لون محيطا. وينقوم يعملوا على مكانتكم من عامل سوف تعلمون من يأتي ذنب يخزيه ومن هو كذب وتتنكب إني معكم رقيب. فلما جاء أمرنا نجينا شعيب الذين معه برحمة منا أخذنا الذين ظلموا الصيحة فعصموا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألم بدل مدينة كما بدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومال فانتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفي هذه الأعناب يوم القيامة بئس الرفد المرفود. وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنى عنهم آلهتهم الذي دعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوا هذا التسبيب. وكذلك أهد رب إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أهد عليم شديد. إن في ذلك لا يدل من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك
ذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى أجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل فإن المعفوم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب فإن كنا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم ما لكم من دون أولياء ونصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بنكية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق وتم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله بالسماوات والأرض ويرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنا من قبل من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص لي على إخوانك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان عدو مبين وكذلك تبين ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ما نعم على وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ولقد كان في يوسف وإخوانه آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف إن رحوه أرضا يحلو لكم وجه أبيكم وتكون بعد قوما صالحين قال قائل منهم لتقتلوا يوسف وألقوا في خيام أجل جنبي لتقده بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا بنا ما لك لا تعبدن على يوسف إنا له ناصحون أرسلهم عن غد يرتع ويلعب إنا له حافظون قال إني أحزن أخاف أن يأكل له الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وجمعوا ويجعلوا في خيام بدل الجب فوحينا إلى تنبي أنهم بأمهم ليشعرون وجاءهم بمن شاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمع وتركنا يوسف عند متاعنا فأنكى له الذئب فما أنا بمن كانوا صادقين وجاءوا على قميص من دم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاء السيئة فرس ولد فأدلى جلوه قال يا بشر هذا هو الوسام بضاعة والعليم ما يفعلون والشر بثمن بحسن دره معدون وكانوا من الزاهدين وقال الذي الشمس يمد من رأتي أقليمي مثواه أسا ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي
يجز المحسنين وراوته والذي في بينه والذي أحبب قال هينت لك قال ماذا نرى بأنسنا مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بهما بها لولا أرهن برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قميص من دبر وألف يا سيد لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد منها إن كان قميصه كنت من قبل فانكذب فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه كنت من دبر فانكذب بلوه من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر كيدا كن إنك كيدا كن عظيم يوسف عارضا هذا واستغفر لذنب إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة ذرفتها نفسي قد سخفها حبا إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن وارسلت إليهن وأعطت المتكأ وآتت كل واحد منهن وقال سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاشا لما هذا بشارة إن هذا إلى ملك كريم قال فذلكن لم تلنني فيه ولقد روت عن نفسي فاستعصم إن لم يفعل ما آمرت إنما كنا من الصاهرين قال رب استحب لما تدعونني إليه ولن تصرف عن كيد أن أصب إليهن وأنكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فانصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم ثم بدا له من بعد ما رأوا الآية ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحد من أراني أوصل خمرا وقال آخر إن أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلكما مما لم يا رب إني درنت من لدن قوم لا يؤمنون بالآخرة هم كافرون واتبعت من لدن بائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل العلينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي أرباب متفرقون خير أم الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي لا يعلمون يا إني الحكم إلا أما تعبدوا إلا إياه ذلك الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب الأرباب يا صاحب إني هم إلى الأمر أتعبد إلا إياك ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال ما خطبك نرى ود يا صاحب الأرباب متفرقون خير من الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب الأرباب متفرقون لما يعلم إن أحد وسكر بخمر فأما الآخر فيصلب فتنقل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكر عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إن أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جاف وسبع سملات خضر وأخرى يابسات أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وقال للذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أمدكم بتأويله فارسلون يوسف يسند أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال يزرعون السبع سنين دابا فما حصد فذروا في سنبلها قليلا مما تأكلون
ثم يأتي من بعد ذلك فسق شديد يقول ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يهوس الناس فيه عصرون وقال ملك توني به فلما جاء الرسول قال تجئنا ربك فاسأله ما بال نسوة الذين قمطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.